وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة أروى البوفلاح رئيس قسم المبادرات الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة أن مبادرة بادر تهدف إلى تطوير قدرات الشباب ودعم ابتكاراتهم وإبداعاتهم تجاه المجتمع وتوفير البيئة المثالية لتطبيقها على أرض الواقع. احنا في بادر ندعم الشباب اللي عندهم أفكار إبداعية وحلول مبتكرة لتنفيذ خططهم اللي تساهم في حل قضايا المجتمع الملحة واللي تترك أثر فعال وتعزز من مفهوم الاستدامة وتشجع الابتكار المجتمعي، وأيضا تأكد على أهمية الشراكة المجتمعية لإحداث التغيير الإيجابي. ونسعى أيضا من خلال بادر أن نعطي الشباب الإحساس بالثقة والتقدير، وهذه جزء من مرتكزات العمل الشبابي، فيكون في ثقة متبادلة في قدرتهم لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وأيضا الثقة بأنهم يحصلون على الدعم المناسب اللي يساعدهم على تفعيل دورهم في المجتمع ويحسسهم بأهمية هذا الدور.